مستحقين أن نقول بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أوليفر. We can start now. أمونا علي صوتك سنة معلش. أوكي. كده أحسن؟ كده أحسن كتير. أوكي. ماشي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. دلوقتي يا جماعة إحنا عايزين نصلي مع بعض ونفتح قلوبنا إلى الله ونبقى مصدقين إن هو ضابط الكل وفي يده كل الأمور، ونصدق أيضا أنه صالح. نضع حياتنا أمامه ونستظل بستر جناحيه، لأنه يستطيع أن يفعل كثيرا جدا أكثر مما نظن. الوقت ده نصلي عشان قلوبنا تنفتح لترى وتعرف وتدرك أنه لا يوجد إله سوى الله، وأيضا نحن نريد أن نتبعه بكل القلب وكل الفكر وكل الكيان، لكي نحقق ملكوت الله على الأرض ونكون صورة حقيقية لله. الدعوة النهاردة للصلاة عشان نستفيد من الوقت اللي احنا فيه ونوصل ونكون صورة الله. هنصلي مع بعض، مش هنصلي عشان الوقت بالصلاة كاملة من الإجبية، انما في دعوة ان احنا بعد ما نخلص اجتماعنا كل واحد يمسك إجبيته ويصلي صلاة الغروب أو صلاة النوم بشويش وبهدوء، زي ما احنا هنصلي دلوقتي بشويش وبهدوء. صلي مع بعض. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، منحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود، طليق بك معهما الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
القرايات النهاردة اخترناها هي كلها من سفر أشعياء باعتباره الإنجيل الخامس اللي بيتكلم عن المسيح. ولأن احنا الفترات اللي فاتت كنا بندرس مع بعض وبنقرأ في سفر أشعياء، حلو كمان ان احنا ناخد هذا السفر ونلهج فيه في شكل من الصلوات والحاجات المهمة جدا اللي ربنا أعلنها لأشعياء عنه وعن طبيعته وعن شخصه. تعالوا مع بعض نصلي مع بعض من الإصحاح الأول من أشعياء النبي، بركاته على جميعنا، أمين. اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر وتعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة، هلما نتحاجك يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف، إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض. الله بيوعد بشكل واضح إن إحنا لو رحنا ورجعنا وتبنا وعزلنا الشر وبدأنا نفكر في الخير بشكل حقيقي ونفكر في كل الخير ونفكر في إن إزاي نطلب من الله بقوة إنه يحمينا من الأفكار الشريرة ويحمينا من إدانة ومن الكلام على الناس ومن رؤية الأمور ببس الشكل اللي احنا شايفينه. لما نطلب من ربنا ونتحاجج ربنا هيقول لي لو كانت الخطية بتاعتك زي الدم ولونها زي القرمز هتبيض كالثلج، ما تخافش، أنا جاي عشان فدائك وخلاصك، أنا جاي عشان أعلن لك إعلانات مختلفة عن وجودك معايا في الملكوت. أنا إله محب وعايزك معايا، بس استغل الفرصة وخليك أنت كمان معايا. الترنيمة الجاية هنصليها مع بعض وإحنا جوانا الفكرة دي، إن الله هو أبونا اللي عايز يمتعنا بالخير بتاعه، وخيره هو في روح القدس اللي ادهولنا اللي بيه نستطيع أن نقهر كل مملكة الظلمة ونستطيع أن نكون في حضن الله دائما محميين ومحروسين، وأيضا نبشر بأعمال خلاصه للجميع. تعالوا نصلي مع بعض. بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا، بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا، أرجع وأتمتع برضاك عني هناك في المحبوب، واسمع لنداء الغفران بالإيمان جاي أتوب، راجع للآب الحنان واثق إن أنا لي مكان، راجع للآب الحنان واثق إن أنا لي مكان، بذنوبي أنا راجع، بدموعي أنا راجع، واثق إن أنا لي مكان، واثق إن أنا لي مكان، جاي لك بخطايا سنيني، عمري اللي انقضى في أنيني، جاي لك بخطايا سنيني، عمري اللي انقضى في أنيني، دقت مرار البعد أسير واتمنيت أرجع ليك، عودت لنفسي بدمعي بكيت عند البيت صارخ ليك، راجع للآب الحنان واثق إن أنا ليا مكان، راجع للآب
ليا مكان بذنوبي أنا راجع بدموعي أنا راجع واثق إن أنا ليا مكان واثق إن أنا ليا مكان ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل الأمم وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل لا ترفع أمة على أمها سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. جبل الرب الدعوة بتاعت ربنا ان احنا نصعد الى اعلى ونكون معاه وناظرين الى اعلان الملكوت وبنقول في ابانا الذي في السماوات لكي ننظر الى السماوات والى اعلى في جبل عايزين نطلعه والجبل ده هو في اخره هنقابل المسيح وفي اخره هيكون اعلانات قوية ربنا عايز يدهلنا ويورهلنا وأهم دعوة وأهم إعلان إن إحنا هنثق وهنصدق إن إحنا أولاد الله الدعوة إن إحنا نطلع الجبل معه يمكن في الطريق للجبل هيبقى فيه أمور صعبة بتقابلنا يمكن يكون في مشاكل هتقابلنا بس اللي بيكمل واللي عايز يوصل وعايز يعرف ومصر إنه يعرف ربنا هيعلمه الطريق وهيسلك في سبله زي ما مكتوب في الآية اللي بتقول هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله خدنا على جبل عالي هنينا بجلسة معاك كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك خدنا على جبل عالي هنينا بجلسة معاك كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك يدينا كلام من عندك ولقنا تعزيات ده كلامك هو المحيي المشبع باللذات خدنا على جبل عالي هنينا بجلسة معاك كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك انت اللي تعرف وحدك جميع الاحتياجات عايزينك انت بيدك توزع الهبات خدنا على جبل عالي هنينا بجلسة معاك كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك
افرد ايدك واعطينا واغمرنا بالبركة. ده انت في العطا ساخي ولا عندك تعيرات. خدنا على جبل عالي خلينا بجلسة معاك. كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. واملأنا بسلامة وجهنا للسماوات. عزينا يا ربي بصوتك ده كله مشتهيات. واملأنا بسلامك وجهنا للسماوات. عزينا يا ربي بصوتك ده كله مشتهيات. خدنا على جبل عالي خلينا بجلسة معاك. كل النفوس هتفرح وتهلل برؤياك. نصلي مع بعض. إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا. ثم عاد الرب فقال لأحاز: اطلب لنفسك آية من الرب إلهك، عمق طلبك ورفعه إلى فوق. فقال أحاز: لا أطلب ولا أجرب الرب. فقال: اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أيضا؟ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. شعب الله كان بيقابل أمور صعبة في حياته، ولكن مع هذه الأمور أيضا يعلن أن عمانوئيل الله معنا هو الحل. ويأتي المسيح أيضا في ظروف صعبة لكي يعين الشعب ويكونوا غارقين في خطاياهم ويكونوا يحتاجون إلى خلاص. ويأتي الله لا ليعاقب ولا ليجازي، إنما ليخلص. يأتي الله، يأتي يسوع المسيح في أوقات مظلمة، إنما تتحول الظلمة إلى نور بمعرفة المسيح لكي ينير الكثيرين. دعوة ان احنا نستفيد من الوقت اللي احنا فيه، دعوة ان احنا نكون مصدقين في ان عمانوئيل الله معنا، هو اللي هيسندنا ويقوينا ويخلينا نتعلم كمان من اي وقت بنعدي بيه في حياتنا ونكبر معاه بشكل واضح. وقت نصلي فيه ونقول له يا رب خلينا نصدق في إعلان إيمانك وننطق بمجدك في كل الأوقات. شعبك يعلن بيك إيمانه، يتمسك بوعودك. انت رعينا وكل مدينة وبتغمرنا بجودك. شعبك يعلن بيك إيمانه، يتمسك بوعودك. انت رعينا وكل منينا وبتغمرنا بقوتك. عمانوئيل
الله معانا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. مهما اشتدت حرب علينا اعلن روحك فينا. انك لينا ومن يكفينا غيرك انت يا فدينا. مهما اشتدت حرب علينا اعلن روحك فينا. انك لينا ومن يكفينا غيرك انت يا فدينا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. كلمة حقك بتعلمنا وسرك لرجلينا. روحك فينا وبيعزينا وينور عينينا. كلمة حقك بتعلمنا وسرك لرجلينا. روحك فينا وبيعزينا وينور عينينا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. شايفين على كفاك أسامينا منقوشة على إيدك. واللي يمس ولادك ربي ده بيمس عينك. شايفين على كفاك أسامينا منقوشة على إيدك. واللي يمس ولادك ربي ده بيمس عينك. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. عمانوئيل عمانوئيل الله معانا. وتقول في ذلك اليوم: أحمدك يا رب لأنه إذا غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. هوذا الله خلاصي فاطمئن ولا أرتعب، لأن يا يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا. فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص، وتقولون في ذلك اليوم: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله، ذكروا بأن اسمه قد تعالى، رنموا للرب لأنه قد صنع مفتخرا، ليكن هذا معروفا في كل الأرض. صوتي واهتفي يا ساكنة صهيون، لأن قدوس إسرائيل عظيم في وسطك. دعوة للإطمئنان. مكتوب: فاطمئن ولا أرتعب، لأن يا يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا. دعوة نصلي مع بعض بالجملة اللي بنقولها في البصخة: قوتي وتسبيحتي هو الله وقد صار لي خلاصا. في كل ظروف نطمئن، لأن الله موجود، يريد أن يريح شعبه ويريد أن الجميع يخلصون أيضا. دعوة إن احنا منرتعبش ونطمن. دعوة نصدق في إلهنا الإله الحي. دعوة في إن نصدق إن يسوع مرتبط بالخلاص ومرتبط بإنه عايز الجميع يكونوا في حضن الله. ما تخافش، ربنا معاك، وإنكم لا تجربون بأي شكل من الأشكال فوق ما تستطيعون. ربنا يدينا القوة والخلاص ونطمن وإحنا معاه. Thank you.
ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش وملوش حدود ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش وملوش حدود واطمن روح لطبيب الروح ده الباب مفتوح بابه مش مسدود قولي تخاف ليه متشلف عينيه منقوش في ايديه شعرك معدود ربنا موجود ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش وملوش حدود يا سلام يا هنا طول ما هو عايش جواه وعليك بيسود لو كان مسؤول عنك على طول الهم يزول والفرح يعود ربنا موجود ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود لا إلهك حي ما بينامش وملوش حدود لو ماسك فيه ومسلم ليه عمرك وعليه على طول مسنود تهدم أسوار وتعدي بحار ما يهمك نار ولا جوب بأسود ربنا موجود ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش وملوش حدود بتقاسي كتير ليك رب كبير كله ده للخير وده مش مقصود ده هيش في ألام وهيدي سلام مش بس كلام دي آيات ووعود ربنا موجود ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش وملوش حدود ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش وملوش حدود لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه بحبره بحبره شفينا كلنا غنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه
إشعياء 53 بيكمل ويقول أن لا منظر له ولا جمال. المسيح لما جه كان جاي إنسان عادي وبشكل عادي واخد شكل البشر، وكان حاسس بكل ألام البشر، كان حاسس بالمعاناة بتاعتنا وبالحالة اللي نحن فيها مسبيين في الخطية وبعيد عنه. جه عشان يدينا حلول مش عشان يدنا، جه عشان يعطينا قوة، يعطينا شفاء، ويعطينا حياة. هو قال قبل كده: ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. العهد الجديد يعلن عن أن المسيح هو خلاص، المسيح هو شفاء، المسيح هو رجوع من مكان نحن فيه ضللنا كغنم، إنما نرجع إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح لنحيا معه حياة جديدة، يكون هو الأصل والمنبع والقوة لهذه الحياة. الترنيمة اللي هنقولها دي يمكن نكون في عارفها بعضنا وفي بعضنا مش عارفها، وإن كانت بتتكلم على يسوع ولكنه أيضا بنتكلم فيها على المثال الحي اللي احنا بنمشي فيه ورا يسوع. إن كان هو تحمل ألام وتحمل أمور كثيرة من أجل البشرية، أيضا نحن لأن احنا نتبع يسوع سنتحمل ألام ونصبر، ويكون هو المثال لكي نتبع خطواته. مسطر عنه الوجود، محتقر منا هنا، كعرق أرض يابسة قد عاش فيما بيننا. لا منظر فنشتهي ولا جمال أو غنى، لكنه ذاك الذي تحمل أوجاعنا. يسوع يسوع فداؤنا، سلامنا، رجاؤنا. يسوع يسوع متوج طول المدى مليكنا. نعم ضللنا كلنا، ملنا إلى طريقنا، وهو عليه قد حمال أثامنا جميعنا. فسيق لصلبك شا محتملا تعيرنا، وما تعانى ودفن في القبر مع شرورنا. يسوع يسوع فداؤنا، سلامنا، رجاؤنا. يسوع يسوع متوج طول المدى مليكنا.
والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي. إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار لا تغمرك، إن مشيت في النار فلا تلدغ واللهيب لا يحرقك، لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك. الله يفدينا ويخلصنا، وأتى من أجل هذا، من أجل الإنسانية ومن أجلنا. مش عايزين ننسى ده، مش عايزين ننسى سيدنا المسيح وعمله العظيم من أجلنا، لأن بهذا العمل هو أثبت أنه يحبنا بالحقيقة. حتى وإن أخطأنا وبعدنا سيظل يحبنا كأب ينتظر ابنه الراجع من الضلال، ولكن أيضا ينتظر ابنه الذي كان في حضنه وبيفتكر ان هو كان كويس، الابن الاكبر. نطلب من ربنا انه يساعدنا نرجع لحضنه، ومش عايزين ننسى ان هو بيحبنا. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة الجاية. كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذي الجنب الجريم، كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذي الجنب الجريم، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي. كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفى عني وعن جرم الخطير، كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفى عني وعن جرم الخطير، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا. كيف أنسى قصة عمري التي تحكي تروي كيف كان حبك، كيف أنسى قصة عمري التي تحكي تروي كيف كان حبك، فضيقاتي وجراحي قد شفتها لي يداك، ونجاتي ونجاحي من وهبها لي سواك، فضيقاتي وجراحي قد شفتها لي يداك، ونجاتي ونجاحي من وهبها لي يداك.
كيف أنسى سترك طول السنين، يدك تحرسني في كل حين. كيف أنسى سترك طول السنين، يدك تحرسني في كل حين. وقت حزني وقت ضيقي وسط أمواج الحياة، سرت حصني ورفيقي، سرت لي باب النجاة. وقت حزني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة، سرت حصني ورفيقي، سرت لي باب النجاة. هبني أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العناء. هبني أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العناء. وأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب. وأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، سوف تأتي عن احنا شايفين قدامنا دلوقتي صورة للسيد المسيح وهو معدي وكأنه في حد الزعف، وكلنا في البيوت، وبرضه هو اللي بيجي يعزينا ويقول لنا انتوا جيتولي كتير في البيت عشان تفرحوا معايا، انا هعدي عليكم النهاردة كل واحد في بيته عشان افرحكم، افرحكم وانا راكب برضو على الحمار، لاني انا ملك السلام وهجيلكم بهدوء في حياتكم، مش هجيلكم بشكل عنيف او شكله غريب، هجيلكم بهدوء وهجيلكم عشان اقويكم واعزيكم واقول لكم انا معاكم، هجيلكم واقول لكم استفيدوا من كل لحظة بتقعدها دلوقتي معايا، استفيد بكل لحظة تقعد فيها مع أهلك اللي في بيتك، وحاول توجد السلام لأني أنا ملك السلام وأتيت من أجل السلام. أوعى تكون ما بتنشرش السلام، ساعدني على نشر الرسالة وابدأ من بيتك دلوقتي. أنا عايز بيتك يبقى هو الكنيسة، بيتك يكون هو المكان اللي بأنطلق منه وبخرج منه للعالم من خلالك، وتكون انت الكنيسة. هي الكنيسة هي عبارة عن اعضاء جسدي، وانتوا كلكم اعضاء في هذا الجسد، وان كان المبنى يجمعنا الا ان الروح القدس ايضا يحتوينا ويجمعنا في المسيح بشكل اعمق واقوى. رسالة ان احنا كلنا نكون بنعلن عن قوة ومجد يسوع المسيح الذي يأتي في سلام. تعالوا مع بعض نصلي التسبيحة اللي احنا بنصليها في البصخة بروح صلاة وبهدوء مع بعض.
نام في أعماقي شائمي آمين. لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. عند نوئيل إلهنا ومليكنا لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. يا ربي يسوع المسيح مخلصي الصالح قوتي وتسبحتي هو الرب وصار لي خلاصا مقدسا. لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. وأخيرا يا رب اقبل كل الصلاة بتاعتنا, واقبل يا رب كل صلاة بنرفعها أمامك. نحن نعرف أنك تقبلها, ولكن قبولك هو أنك تغيرنا لكي نحيا هذه القوة وهذا المجد الذي تريد أن تعطيه إيانا. نريد أن نكون يا رب معاك, ونكون يا رب بناخد القوة منك, لأن إحنا بندرك مع الوقت أن ما فيش حاجة ينفع تدينا قوة غير وجودك في حياتنا. لا فلوس ولا سلطة ولا عادة ولا أي أمر يعرف يدينا قوة ولا يدينا حياة إلا أنت. أعطينا رب أن احنا نكتشف الهوية بتاعتنا الحقيقية فيك. أعطينا أن نكون صورة ليك. ادينا قوة أن احنا كمان في الأوقات اللي احنا فيها نكون بنسأل على بعض أكتر, نكون نهتم بأكتر, لأن دي الحياة اللي انت عايزنا نعيشها, ان احنا نكون فيما نحن متألمين نستطيع ان نعين ايضا متألمين, كما انك كنت فيما انت مجربا تستطيع ان تحمي وتعين المتألمين. بشفاعة جميع القديسين اسمعنا رب لما ندعوك بكل شكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات, ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم, اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا, لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير, بالمسيح يسوع ربنا, لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. تعيشوا وتصلوا إن شاء الله. الفترات الجاية هتكون أوقات مليانة بالصلاة والبركة. إحنا ككنيسة هنبدأ نزيع البصخات والصلوات اللي كانت موجودة عندنا على القنوات بتاعتنا, إنما القداسات من أول حد الزعف وقداس خميس العهد وقداس العيد هنكون بتابعه مع سيدنا, لأن هو الأسقف بتاعنا, وإحنا ككنيسة واحدة هنجتمع مع بعض ونصلي مع بعض بروح واحدة. محتاجين للوحدة, ومحتاجين إن إحنا نكون حاسين ببعض, فكلنا مع بعض هنصلي في القداسات مع سيدنا. وفي البصخات هيتم إذاعة بصخات كانت موجودة السنة اللي فاتت علينا, فإحنا هنكون عارفين نتابعها على التلفزيون. أولادنا كمان عن طريق الزوم هيكونوا بيتابعوا مع بعض صلوات خاصة بكل فصل عشان يكونوا بيصلوا مع بعض. وأثناء ده برضو هنكون بنحاول في النص لو في بصقات عرفنا نزعها عن طريق زوم للشعب هنحاول نختبر هذا الاختبار, وإن شاء الله نكون بنحاول من خلال كل واحد في مكانه
عارفين نعمل ده مع بعض ونوصل رسالة المسيح للجميع. بس الفكرة اني معلش هي ظروف كلنا بنحتملها مع بعض، وزي ما بقول لكم اني بيوتنا هي الكنائس المفتوحة الآن، بيوتنا هي أماكن الصلاة، ربنا عايز يقيم في كل بيت كنيسة، حتى وإن كنا بالجسد متباعدين إلا أن احنا بالروح القدس مجتمعين في المسيح. ربنا يدينا أن احنا نكون عارفين نعيش هذه الأيام بهدوء وصلاة وقوة، وهنحاول برضو احنا كأباء نكون بنحاول نشوفكم على يعني السايتس المختلفة، سواء بكرة أو بعده، بحيث ان احنا نتكلم مع بعض، وبرضو لو في أسئلة نبدأ نتناقش فيها. ان شاء الله بكرة هيكون برضو عندنا معاد مساء على الساعة 7 على زوم، الإعلان بتاعه هينزل على كنوز الكتاب المقدس 1 و2، بحيث هنفتح الإنجيل مع بعض ونشرح حاجة، واللي عنده أي سؤال أو أي توجه احنا بنرحب بيه، بس خلي السؤال هو يخص أكثر حياتنا الروحية أو معرفتنا بربنا أو أمور تقود إلى خلاصنا. بلاش الأسئلة اللي ليها دعوة بإحنا طب ليه مش متجمعين في الكنيسة، ليه مش عارفين نشوف بعض، ليه مش هنعرف نتناول، لأن البلد حط قواعد وحط قوانين، ولو إحنا متابعين قوانين البلد هنلاقي أن في حاجات البلد بتعلنها بتقول ممنوع أي تجمع ممكن يحصل، وبما في ذلك الكنائس، ولذلك مش عارفين نعمل حاجة. إحنا حتى كأباء لسه بنشوف هنعمل إيه بالظبط، بس الموضوع مش سهل خالص. فربنا يدينا صبر وهدوء، وأيضا يعطينا أن إحنا نعرف المسيح في مخادعنا. هذه هي الدعوة التي يدعونا لها المسيح الآن. ربنا يبارك حياتكم ويسندكم، وإن شاء الله نتقابل غدا الساعة 7 مساء. لهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. Thank you.